السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعي قنوات عدن واليمن في كل مكان إلى هذا اللقاء الخاص مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، والذي يأتي بعيد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة. نرحب بكم مشاهدي الكرام، كما نرحب أيضا بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في هذا اللقاء والذي يحمل العديد من المحاور. فأهلا بك دكتور، ونبدأ معك النقاش. نعم، مرحبا بكم. يا هلا. قناتي عدن واليمن. يا هلا مرحبا دكتور معين. يعني توليتم رئاسة الحكومة في ظرف صعب من عمر اليمن، حدثنا قليلا أو باختصار قدر ما تستطيع حول المعوقات التي واجهتكم، وما هي الحلول التي أوجدتموها لتدليل مهامكم خلال هذه الفترة؟ بلا شك هي مرحلة بالغة التعقيد تمر بها بلادنا، التشظي والانقسامات. طبعا الهدف الأول هو إنهاء الانقلاب. معركة سعاد الدولة تعرضت في مسارها لبعض التشظي والانقسامات التي أثرت بشكل كبير خلال العام والنصف الماضي، خصوصا بعد حدث أغسطس الماضي. يحمل اليمنيون أمل كبير بهذه الحكومة، لكن لا نملك حلول سحرية، لكن على الأقل توحيد الصف، معالجة الانقسامات وتوحيد الجهود الوطنية هي مصلحة لكل يمني من صعدة إلى المهرة، وهي الأساس الذي سيمكن فعلا من الجهود تفعيل مؤسسات الدولة. كل المظاهر التي رافقت المرحلة الماضية من تدهور في الخدمات، من تضخم، هي بدأت مع الانقلاب لكنها تفاقمت بفعل الحرب، والآن صار لنا أكثر داخلين على السنة السادسة. كلفة الحرب كبيرة، كلفة الانقسامات أثرت علينا في هذه المعركة. هذه حكومة وحدة وطنية سيكون لها دور كبير بإذن الله في توحيد الصفوف لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. نعم، بمناسبة الحديث عن الانقسامات التي أسهمت في توسيع رقعة هذه المشكلات، أنت تحدثت في إحدى اللقاءات وقلت بأنك أو دعوت الدول العربية إلى أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية، التي قلت بأنها ساعدت في إذابة هذه الانقسامات بين القوى السياسية في اليمن. هنا من قصدت دكتور معين؟ المملكة وفرت طبعا احنا رجعنا ل 2011، كيف كانت المبادرة الخليجية، كيف تم انقلاب الحوثي على كل المسار السياسي، واحنا على اعتاب كنا انتهينا من الحوار الوطني وفي مسودة الدستور. مجددا كان قام التحالف العربي بدور حقيقي حتى لا تقع اليمن فريسة لميليشيات يعني تتبع النظام الإيراني لمشروع اختطاف اليمن. لن يقبل اي يمني ان يكون عنوانه ان تحكمه عصابات مثل الميليشيا الانقلابية. ووفرت المملكة مؤخرا، أنا ضربت المثل لأن المملكة في بعد اتفاق الرياض يمكن الناس شافوا أن الحكومة تأخرت لفترة طويلة، لكن هي وفرت المناخ الحقيقي لكل القوى السياسية لكي تتوافق. كان عملية توافق صعبة، المخاط كان صعب حتى نصل أو تصل الحكومة للنور، والناس كانوا يتوقع الحكومة في وقت مبكر، لكن كانت نقاشات سياسية كان فيها كل القوى السياسية الفاعلة حتى وبقيادة فخامة الأخ الرئيس وبحكمة فخامة الأخ الرئيس حتى استطعنا الوصول إلى توافق ينتج حكومة وحدة وطنية. وحدة وطنية، نعم. ما هي التحديات التي تقف أمام هذه الحكومة برأيكم؟ تحديات كبيرة، أنتم عارفين كيف الوضع. الوضع الاقتصادي صعب، تضخم كبير، الناس تعاني بشكل كبير، تدخل الخدمات، الكهرباء، مرافق، الانقسام الذي رافق المؤسسات الأمنية والعسكرية، هذا كان أثره كبير على الأرض. الناس استبشروا ورأيتم ماذا حدث في الوضع الاقتصادي بمجرد الإعلان عن الحكومة. نعم، دعنا نعود قليلا إلى الوراء، نتحدث أن هناك جهود كبيرة بذلت حتى ترى هذه الحكومة النور. كيف تنظرون إلى هذه الجهود بدءا من رئاسة الجمهورية ودول التحالف وانتهاءا بفرقاء العمل السياسي؟ تقليص الحكومة من 36 إلى 24، وضع مهام في اتفاق الرياض، توحيد القوى السياسية في استحقاقات لاتفاق الرياض. أن ترى الحكومة النور كان فيها تفاصيل كثيرة جدا، كيف يمكن وضع معايير. كان في بداية حتى النقاش مع القوى السياسية بدلا نذهب على طول إلى ما هي الحقائب وما هي حصص كل مكون، تحديد ما هي الأولويات أمام كل القوى السياسية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وتم التوافق بشكل كبير بين كل القوى السياسية لأنه في الأخير معنا برنامج سينتج بناء على هذه الأولويات.
لذلك كان بناء هذا التوافق كبير، كان في لحظات مهمة، كان لدور فخامة الرئيس دور كبير. الأشقاء في المملكة وفروا المناخ لجمع كل القوى السياسية، رأينا كل القوى السياسية والمستشارين موجودين لنقاش والوصول إلى هذا التوافق. كان في دور المستشارين رئيس الجمهورية لقادة القوى السياسية حتى نصل إلى سواء مرورا بقوائم الترشيح إلى الأسماء إلى الوصول إلى توافقات وإنجاز المعادلة الصعبة واللي كثير يروها محاصصة وقلقين من موضوع تقاسم النفوذ وكيف سيكون دور حكومة بهذا الشكل في إصلاح الأوضاع في اليمن، لكن هو تحدي. خرجت الحكومة والآن نحن في المساق القادم. أو لم تكن محاصصة فعلا؟ هي محاصصة حزبية، لكن كيف في الأخير هي شراكة لقوة موجودة على الأرض. ما لم تكن هذه القوة موجودة عندك ستعرقلك في يوم من الأيام، خليهم يكونوا موجودين معك على الطاولة، لكن كيف نحول هذه المحاصصة أو نبتعد أن تكون الحكومة إلى ساحات لتقاسم النفوذ أو صراع، أن تكون موحدة على أهداف واضحة. والمرأة أين هي المرأة؟ دولة رئيس الوزراء في هذا الجانب يعني قلصتم الحقائب وجاء ذلك على حساب المرأة، أين هي المرأة؟ أنتم الآن تتحدث من خلال المحاصصة الحزبية أنكم حرصتم على التوافق ما بين جميع الأطراف السياسية، والمرأة ماذا عنها وهي شريك أساس موضوع المرأة في كل المراحل؟ غياب المرأة التي مرت الحكومي نعم. خلل كبير، أنا أتحدث بشكل واضح وصريح، وهذا الموضوع لمسنا ولمسه فخامة الرئيس من وقت وضغطنا على القوى السياسية لأن تأتي مرشحين، تأتي بثلاث مرشحين بأحيان لكل وزارة بدون أن يكون هناك امرأة واحدة. في ظل الاستقطابات والصراعات كان مهم إخراج الحكومة، لكن هذا الخلل أتحدث في هذه المقابلة أنه سيكون له معالجة، يعني نعد بمعالجات لهذا الموضوع بالتشاور مع فخامة الرئيس لإصلاح هذا الخلل. ماذا نسمي هذه الحكومة الجديدة؟ حكومة حرب، حكومة سلام، حكومة تنمية؟ وهل هذا الطيف الواسع الموجود في هذه الحكومة، يعني هل روح الانسجام ستكون قائمة في قادم الأيام بين أطراف الحكومة الفاعلة في الميدان؟ سنقود هذه الحكومة إلى انسجام يعني تحدث في البداية أنه مصالحة، أنه تكون هناك مصالحة وطنية، وحدة وطنية، أن يشارك الجميع في هذه الحكومة. أنتم شايفين الأثر كيف كانت هناك انسحابات في أبين، سكتت يعني فوهات المدافع، الناس استبشروا خيرا، كان لذلك أثر كبير. مجددا هذا الموضوع، هذه الانسحابات بداية لاستحقاقات أخرى تتعلق بدمج الأجهزة الأمنية، وحدة القرار الأمني، أشياء كثيرة. فهذه الأمور، هذه هي المصلحة الحقيقة لكل يمني، المصلحة الحقيقية لكل يمني والتي علينا أن ندافع عليها. قيادة الحكومة للحفاظ على هذا التوافق الوطني مهم. تحدثت أيضا عن أن الحكومة أمامها مهام استثنائية خلال هذه المرحلة. ضعنا أمام الخطوط العريضة لمهام أو برنامج عمل هذه الحكومة. في عناصر رئيسية فيما يتعلق بإعادة ضبط إيرادات الدولة والمالية العامة للدولة. احنا عارفين انه الانقسامات والتشظي لم يساعد على مكافحة الفساد بشكل فعال خلال المرحلة الماضية. فلما نتكلم على هذا الموضوع نتكلم انه بشكل قطاعي ولا ندخل في تفاصيل كثيرة، لانه بيمر عندك من المنافذ إلى الجمارك إلى الضرائب إلى الإيرادات المتعلقة أيضا بالقطاعات النفطية إلى إصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة إلى تعزيز قيم النزاهة وهي الأساسية الآن، موضوع تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، موضوع تفعيل هيئة مكافحة الفساد، هذه الأمور مهمة. فهذه المهام الآن الأساسية للحكومة حتى تفعل مؤسسات الدولة. في معركتنا لإنهاء الانقلاب مهم أن يكون عندك النموذج الحاضر للدولة، ومهم أن يكون لديك المؤسسات الضامنة، وهذا الموضوع الآن صعب لأنه الآن ليست هي المؤسسات في وضعها الطبيعي، تحتاج إلى خطط حقيقية، وهذا الموضوع سيعمل يعني سنعكف عليه في مجلس الوزراء وفي خطط حقيقية مع خبراء لتفعيل هذه الأجهزة والمؤسسات لتعود مؤسسات الإرادية لتحسين الوضع الاقتصادي. تحدي صعب في هذا المجال، إضافة إلى التحديات الأخرى في إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، هذه لها خطط بشكل كبير. الحكومة هي الشريك، العالم كان يضغط بحيث تكون الحكومة حاضرة على الأرض، هي الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في إصلاح الأوضاع حتى يتحسن الوضع الاقتصادي ونتلافى أي أزمات إنسانية. قبل أن ننطلق المجتمع الدولي، شركاء العمل السياسي، أطراف السياسية، كيف تعول عليها أنت لتعزز أداء الحكومة وفعالية الحكومة ما دام أنها مشتركة فيها حاليا؟
شراكتهم تحمل مسؤوليات. هم الآن موجودين، شاركوا وجابوا مرشحين، تناقشنا معهم، قعدنا مع مع كل القادة. مهم أن يكون انعكس هذا الموضوع على الأرض، مش يعني ما دام موجودين الآن ممثليهم موجودين في الحكومة، مهم أن يكون معك مشترك في نفس الأجندة، في نفس المشروع، بنفس الأولويات. هي توحيد، لذلك أنا تكلمت أنها حكومة وحدة وطنية. أنت سألتني هي حكومة حرب؟ لا، أنا أقول لك هي حكومة وحدة وطنية. هي نموذج لتوافق اليمنيين على مسار، وهي أساس لأي شيء مستقبلي. يعني مهم أن الحكومة تأخذ مهامها الآن ومساحة تحركها. يمكن الانقسامات السابقة أعاقت مساحة الحكومة، الآن هذا المسار وهذا التوافق وهذه الحكومة ستساعد على إنجاز مهام كانت صعب أن تنجز في الماضي. نعم. يعني هل ستتواجد الحكومة بكامل أعضائها بعدين؟ هذا شيء مسلم فيه. الحكومة يعني وحتى قبل أغسطس كانت متواجدة. هناك مبالغة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة، يمكن أخرجت الحكومة وجزء كبير منها، لكن حتى كان متواجد نائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، لكن ليس المناخ المناسب لعمل الحكومة. معظم وأغلب وزراء الحكومة الحالية هم طوال 5 سنوات عايشين وأهلهم في الداخل. نعم، قلت في تصريح سابق أن أداء الحكومة سيكون مختلف ولا نمتلك عصا سحرية. هذه مصطلحات كيف ستترجم في أرض الواقع، وماذا نقول للمواطن الذي يتطلع لأداء فعال؟ المواطن يتطلع لحلول سريعة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وهذه لها أدواتها. ونتطلع أيضا لأنه الآن في نقاش حول الدعم مع أشقائنا في المملكة ومع المجتمع الدولي وبالأخص المملكة فيما يتعلق بعناصر متعلقة بالدعم، البنك المركزي، الوديعة، أمور تتعلق بالأمن الغذائي، أمور تتعلق بمشتقات الكهرباء، كلها الآن تستأنف. كانت رهن بتشكيل الحكومة وتشكيل فريق اقتصادي، الآن تم استعادة هذه النقاشات. واليوم احنا نتكلم حتى الوديعة السابقة كان في دفعات أفرج اليوم عن أحد الدفعات، ستسهم بشكل كبير في تغطية جانب من العملة الصعبة للواردات السلعية. فالمواطن يحتاج أن يرى ذلك، لكن أيضا المواطن، أنا لما تكلمت أنه لا نمتلك عصا سحرية عشان يعرف التحديات اللي احنا فيها. بلد محدود الموارد، في ظرف صعب، ميليشيات انقلابية تقوم ب، أنتم عارفين إيش اللي حاصل الآن في مناطق سيطرة الحوثيين، وهذه الحكومة ينتظرها كل اليمني. هي ليست حكومة لعدن، هي حكومة، هي عنوان لكل يمني. نعم. وستشكل والمحافظات التي ستتواجد وخصوصا محافظة عدن ستشكل النموذج الأمثل لإقناع من هم في المناطق غير المحررة. احنا شفنا بداية التحسن في عدن مع تعيين المحافظ. صحيح. ما بالك مع تواجد الحكومة. هناك تعافي فعلا في بعض التعافي مهم، تغييرات مدراء مديريات قام بما يستطيع أن يقوم به، لكن مع تواجد الحكومة كظهير ستتحسن الأمور، ستحل مشاكل كبيرة جدا في عدد من المحافظات. الحكومة دورها مهم جدا في تفعيل كل أدوات الرقابة المالية، الأدوات المتعلقة بالإيرادات، النقاش مع المجتمع الدولي حول حزم الدعم وبالأخص الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتحدث أيضا على المسؤوليات بالنسبة للمجتمع الدولي. العام هذا كان أقل عام فيما يتعلق بالتعهدات الإنسانية، الوضع صعب، لذلك تحدثنا أنه لا نملك حلول سحرية، لكن سيكون هناك تحسن. لازم كل مواطن يقف يعني ويدعم حكومة الوحدة الوطنية ويدعم مؤسسات استعادة مؤسسات الدولة. الموضوع لا يتعلق بأشخاص، يتعلق بمنظومة عمل. من أين ستبدأون؟ الملفات ممكن نتكلم عنها بشكل متوازي، ما ببنيش بشكل متوالي، لأنه ليس لدينا رفاهية الوقت. احنا نتكلم الآن في نهاية 2020، لم نعد موازنة حتى العام 2021 في تحدي صعب، ومعك برنامج حكومة لازم يعد بشكل سريع، ومعك برلمان لإعطاء، يعني في استحقاقات كبيرة، وكل يعني إذا أعطينا بس نبذة، سيكون هناك في ورشة عمل في بداية تشكيل الحكومة، ليست اجتماعات مجلس وزراء عادية، بحيث أن الوزراء يستطيعوا يأخذوا مع بعضهم في أول أسبوع أسبوعين، هي أشبه بورشة يومية، ليست اجتماعات، ما فيش وقت ان احنا نشتغل بالطريقة العادية، ولا المؤسسات ستسعفني بالخطط التقليدية. لاحقا نخطط ان يكون في، صعب ان احنا نعطي الان التفاصيل في هذا اللقاء، هو اول لقاء بعد تشكيل الحكومة، لكن سيكون بعد ذلك هناك طريقة مختلفة في الإدارة، بيكون هناك وحدات فنية في كل وزارة، آلية معينة نتابع فيها عمل كل وزارة والخطط اللازمة. كل وزارة يجب ان تفعل، وبالذات الوزارات القطاعية ذات يعني اللي هي مهمة فيما يتعلق بالإيرادات. هل سنكون أمام حلول مستدامة لمعظم المشكلات في اليمن بدلا عن الحلول المؤقتة أو لنقل إن صح التعبير الترقيعية، يعني خصوصا في مجال الطاقة؟ يعني الحكومة الآن
قادرة أن تتعاطى مع حلول متوسطة وطويلة الأمد أو حلول جذرية. سابقا قبل تشكيل حكومة وحكومة تصريف أعمال، إذا دخلنا القطاع الخاص أو تحدثنا أنه يدخل معك في الطاقة، من بيدخل معك هو مش شايف عنوان أو مش شايف الحكومة ومش شايفك على الأرض بشكل كبير. هذا الموضوع مهم أن يكون في الحسبان. الناس لما ترى استقرار اقتصادي، مستثمرين يأتوا، العالم قادر يدخل معك في شراكات، غير كذا صعب. فلذلك الحلول المستدامة في قطاع الطاقة، احنا ناويين انه يكون في معنا في قطاع الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، في عندنا شبكات ضعيفة في البلد، بلد منتشر في السكان في مناطق مختلفة، في عندي مدن رئيسية تعاني من ضعف الطاقة الكهربائية زي المكلا وعدن، في اشكاليات كبيرة. لكن يعني احنا بدينا في خطوة في عدن، احنا بدينا في مشروع الطاقة الكبير، محطة 164 محطة يعني، وخطوط نقل تسع ثلاث محطات بنفس السعة. تفكير مستقبلي كان كلفته عالية أثناء الحرب، لكن على الأقل فكرنا فيه. صعب الدولة تقوم بكل مشاريع البنى التحتية، محتاج تمويل، قطاع التمويل والبنوك محتاج انه يدخل معك رؤوس أموال جديدة. لن تستطيع الدولة في ظل الحرب والالتزامات اللي علينا ان احنا نبني هذه الأمور كلها. بس الآن لما تشوف الناس الحكومة قادرة أنها تسهم، تعود رؤوس الأموال اليمنية أو حتى لو في رؤوس أموال بنسبة مخاطر معينة قادرة تدخل معك. الميزانية، الإيرادات، الاستيراد، التصدير، حقيقة يقف اليمني التاجر أو المستثمر أو الذي يورد لليمن عاجز عن إرسال حاويته من الصين إلى اليمن لعدم وجود خطوط ملاحة دولية تقبل بنقل. نقطة مهمة، الآن وصل سعر الحاوية اللي توصل إلى عدن يمكن قريب 3000 دولار، هي إشكالية كبيرة، يعني أنها توصل لموانئ مجاورة ب 600 دولار أو 800 دولار بعد تنقل على طرق برية، كلها إشكاليات تؤدي إلى كلفة إضافية في الغذاء والسلع. لكن هذا من أهم النقاط التي سيكون على وزير النقل القادم ووزير التخطيط والوزراء ووزير الصناعة والتجارة التركيز فيها مستقبلا. دولة رئيس الوزراء، المطلوب من دول التحالف، دول تحالف دعم الشرعية لإنجاح هذه المرحلة، سنتحدث حول هذه النقطة بتفصيل أكثر، ولكن دعنا نذهب في هذا الفاصل القصير، لا تبتعدوا كثيرا. نرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لنستكمل وإياكم مجريات هذا اللقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. مرحبا بكم دكتور. دول الإقليم، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، كثير من دول العالم باركت تشكيل هذه الحكومة. ماذا سيضيف هذا لأداء الحكومة وفعالية عملها الميداني وكذا الدعم المطلوب من هذه الجهات؟ الدعم مهم في هذا الموضوع لإعادة اليمن إلى الواجهة مجددا كل المجالات. كان لذلك المجتمع الدولي مهتم كان بهذه الحكومة، واللي تحدث أنه بقيادة فخامة الأخ الرئيس تم الوصول إلى هذه التوافقات وأعلنت الحكومة. من الآن دعم هذه الحكومة هو أساس لدعم اليمن والحفاظ على أمن المنطقة باختصار شديد. لا يمكن لليمن أن يبقى أسير لهذه الصراعات والحروب لفترة طويلة، وأساس دعم اليمن هو بحكومة مستقرة قوية من العاصمة المؤقتة عدن حتى يتم استكمال مسار إنهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء. هل تلقيتم تعهدات بهذا الأمر من قبل هذه الدول الداعمة لليمن؟ كلهم داعمين، كلهم، وإحنا عارفين أنه قبل ما تكون الأحداث كانوا رغم المشاكل والانقسامات السابقة كانوا يتواجدوا معنا في عدن، كان في تواصل بشكل كبير. الآن دعم الحكومة على الأرض، أنا أتكلم على دعم اقتصادي، دعم في المجال الأمني، دعم لأنه من أولوياتنا أيضا ترتيب المنظومة الأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مصفوفة من الإجراءات الاقتصادية. لأنه أنت ممكن تعمل برنامج الغذاء العالمي وتغذي 5%، لكن حكومة مستقرة على الأرض وإصلاح البنى التحتية، الطرق، الموانئ، سيساهم في تجنب مجاعة حقيقية أو تجنب كارثة إنسانية حقيقية. هذا الموضوع لا تحل إلا بحكومة على الأرض، لا تحل إلا بمؤسسات دولة، لا تحل إلا بنك مركزي قوي. لا يمكن أنت بمنظمات الأمم المتحدة أو بغيرها أن يبقى تعاطيك مع الملف. تعاطي الآن مهم مع الحكومة بكل وزرائها بكل مؤسساتها هو المسار. نعم، هناك مؤسسات مالية ربما ترفض كانت التعامل مع الحكومات السابقة، هذا ما سمعنا، دولية، وهناك مانحين كانوا يبحثون عن
أرضية سليمة للتعامل معها. هل وجدت هذه الأرضية الآن؟ كيف سيكون وجه التعامل؟ رغم المصاعب السابقة لكن كان علاقتنا مع البنك الدولي وصندوق النقد ممتازة، بالذات في آخر سنتين لما عملنا الإصلاحات، كانت من أواخر 2018 إلى أحداث أغسطس كانت ماشية بشكل كويس واستمرت رغم المشاكل اللي احنا فيها. وهذا الموضوع حتى كان في تخفيض من صندوق النقد لأقساط الدين علينا فيما يتعلق بكورونا، وإحنا حولناها للقطاع الصحي. في إجراءات وفي تعامل كان جيد. طبعا الحوثيين أخذوا إجراءات معينة لتعقيد هذا الوضع، وهذه الإشكالية لهم اللي يقوم بالحوثيين يعقدوا به الوضع على كل اليمنيين. كان في إجراءات، كان في إجراء يعني الإجراءات اللي اتخذوها العملة، الإجراءات اللي اتخذوها فيما يتعلق بالفرق على العملة، واللي كانت يعني كانت تؤسس إنه يبقى موضوع التداول النقدي بعيد عن الضغط. الضغط على بعض البنوك، سجن يعني سجنوا مجموعة من في القطاعات الاقتصادية، يعني يعني ممارسة هذا التسلط على القطاعات النقدية والمالية أثر على المشكلة إنه يأثر على اليمن في التداول النقدي مع العالم. نافذة اليمن هي الحكومة الشرعية، ونحن عارفين الآن أنه في عقوبات كانت مؤخرا على شخصيات من الميليشيا الحوثية بسبب الإرهاب وغيرها. نعم. اللي هي عقوبة الخزانة الأمريكية. نعم. فما يقوم به الحوثيين سيؤثر على النظام المالي أو على التعامل بشكل كبير. الآن مع تشكل الحكومة واستعادة فاعلية المؤسسة المالية سنستعيد كثير من الفاعلية في هذه المؤسسات، لكن لأنه معاك طرف آخر يقوم بأعمال للأسف كارثية على الشعب اليمني. نعم. وإحنا شايفين كان أثرها خلال العام الماضي، لم يكن الموضوع بهذا السوء، يعني حتى يعني التظاهر بشكل كبير بما يتعلق بثبات سعر الصرف في مكان لا يدفع فيه لا مرتبات ولا مدارس للدولة ولا مرتبات للأطباء، وسعر الاسطوانة الغاز تباع بعشرة، يعني في إشكالية لمجرد استعراض ظاهري لكن الأثر الإنساني على اليمنيين كارثي. هنا ربما سأدخل بسؤال عن تفعيل الحكومة لدور الرقابة وجهاز المراقبة والمحاسبة وأيضا هيئة الفساد لتعمل بشكل موازي مع عمل المؤسسات على الأرض. هي أجهزة مهمة، جهاز الرقابة والمحاسبة جهاز عريق، يمكن مع رئاسة الجهاز لاحظنا أنه محتاج إلى دعم مختلف وإلى كوادر مختلفة. المالية العامة تحتاج إلى كادر كبير الآن بعد ما تأسست وأسست بعض القطاعات، لأنه المالية هي الرقابة المصاحبة، مهم الرقابة المالية فيما يتعلق بالمدراء الماليين في كثير من المرافق، وعندنا جهاز الرقابة والمحاسبة. جهاز الرقابة والمحاسبة الآن سيكون له أولوية في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل مع دول شقيقة، يعني وهناك أكثر من بروتوكول سيفعل في هذا الموضوع، إضافة إلى رفض بكثير من الكوادر. وعندنا هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بمراقبة وتعزيز النزاهة المالية. طبعا فيما يتعلق بتقرير الرقابة والمحاسبة مهم أن تفعل الآن وتذهب إلى نيابة الأموال العامة، في عندنا كثير من الأمور لم تقفل حساباتها لسنوات. غياب الرقابة في عدد من المرافق سمح بكثير من المخالفات. استمرار لمسألة الرقابة، الحكومة ستقر من مجلس النواب، هذا يعني أنه سيكون هناك ملاحظة ومتابعة ولجان أيضا ستشكل في مجلس النواب لذلك. مجلس النواب هذا دوره، إذا فعل هذه اللجان سنكون بالعكس دور لمجلس النواب. منح الثقة سيكون مهم، لاحقا موضوع الموازنة العامة للدولة لأنه تأخرنا فيها بشكل كبير، يعني جرى تحديد بعض الأطر، لكن كنا نحتاج نفكر بطريقة مختلفة في الموازنة لأن احنا اشتغلنا على قوالب معينة، محتاج تفكر بطريقة مختلفة، الوضع تغير. ما نشيش احنا نظلمنا لكن وضعنا صعب، يعني لولا بعض الإجراءات اللي اتخذناها في حتى في 2019 أرصدتك من التأمينات قاربت يعني في وضع حرج، لم تحل على المعاش أو عدد كبير من الموظفين من 2014، عندك نقص، يعني في مشكلية حقيقية. وإحنا طبعا احنا ما غيرناش في سلم الرواتب، العلاوات موقفة تقريبا من 6-7 سنوات، يعني لو تكلمنا على حجم المشاكل الحقيقية مشاكل كبيرة. فمحتاج أنت في 2020 تنظر بطريقة مختلفة. مهم الآن نركز في إجراءات التعافي، أن لا يحدث تدهور في ما يتعلق بمؤسسات مالية أو مؤسسات ضمان، لأنه حتى يعني برنامج الرعاية الاجتماعية في اليمن الآن شبه مدمر، يعني هذه كلها أمور اختفى أو يعني اضمحلت شوي معدوم. أنت الآن يمكن رواتب القطاع المدني ثابتة، يعني معجزة نحن محافظين عليها بشكل كبير، المتقاعدين أشياء كثيرة إيجابية، لكن مهم أن لأنه في استثمارات لهذه الأرصدة، مهم أنه
لأنه إذا حصل انهيار في منظومة معينة إصلاحها بيكون صعب وكلفته بتكون مضاعفة. معالجة الدين الداخلي، مصادر عجز الموازنة، طبعا في نقاشات ممتازة يعني وبتقطع شوط مع الأشقاء في المملكة، لكن هذا الموضوع مرهون بأدائك لإصلاحات معينة. لذلك من ضمن الإصلاحات الجانب الاقتصادي، تفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، أن يرى الجميع أن هذه الحكومة تعمل بشكل كبير لتعزيز قيم النزاهة، مكافحة الفساد وزيادة الموارد. خلينا نضيف هنا دور البنوك الداخل التي في الداخل، الأهلية، البنوك الخاصة، ومدى فاعليتها في دعم الاقتصاد. تأثرت، هي كان وضعها صعب في 2017 2000، لكن 18-19 تحسن وضعها تماما. عانت من ضغوط كبيرة العام الماضي لأنه قطاع البنوك يعني قطاع تمويل، الآن حتى ما يقدرش يدي ضمانات للمقاولين. قطاع المقاولات شبه تدمر في البلد، معظم رؤوس الأموال خرجت، معظم المصانع تركت وخرجت لأماكن أخرى. مهم استعادة هذا الموضوع، ومهم نفكر بطريقة معينة لاستعادة يعني المقاولين وصغار المقاولين والمصنعين أنه يبقى في اليمن. إذا مش قادر يجيب مادة خام ولا يصنع ولا يخرج ولا يدخل ولا يوظف، بيكون في الإشكاليات كبيرة جدا. نعم، يعني البنوك التي تنهب في صنعاء، هل سيتم عمل تسهيلات لتكون موجودة في المناطق؟ إحنا في الأخير نحرص على يعني حتى الضغوط اللي نعملها الآن فيما يتعلق بالرقابة المالية هو مهم جدا حتى تطبق قواعد الامتثال، ولا العالم بيغلق عليك فيما يتعلق ببيانات البنوك، غسيل الأموال، هذه الأمور كلها. حتى هذا الموضوع اللي طبقناه شوية على النفط، واللي رافضين الحوثيين كانوا يمتثلوا إليه، لأنه المهم أن نعرف مصادر الأموال ونقل هذه الأموال. ولا الموضوع لا يتعلق أنه تجارة نفط تخص بعض قادة الميليشيا، هي مصالح شخصية، لكن عندما يتم تحويل الأموال بطريقة مخالفة أنت تضر بلدك، تضر اليمن، هم بالنسبة لهم مش فارق معهم. فبعض القيود التي نجريها هي حفاظا على سمعة المؤسسات المالية وعلى التحويلات المالية، وهذا قطعنا فيه شوط كبير. كما تحدثت علاقتنا مع المؤسسات الدولية جيدة، الآن تفاعلوا يعني تواصلاتهم بعد إعلان الحكومة كانت كبيرة، سواء كان مسؤولين في البنك الدولي أو لأنهم الآن قادرين يتعاملوا بفاعلية، هم لم ينقطع التواصل معهم لكن كانوا دائما منتظرين متى تعلن الحكومة. هل سيقتصر أداء ومهام الحكومة بأعضائها على فقط المناطق المحررة؟ يعني هذا تساؤل دائما ما نواجهه، خصوصا من يقعون أو في مواقع الحوثيين يتساءلون أين نحن على الخارطة العامة لليمن. عيننا على كل مكان وكل شبر في اليمن، في بعض المناطق تعاني من مصاعب كبيرة، حتى في المناطق المحررة في حجة أو غيرها أو في الساحل الغربي والمناطق اللي خارج سيطرتنا في مناطق سيطرة الحوثيين. كنا حريصين على أنه حتى البرامج التي تقام هناك من الأعمال الإنسانية أن يكون الإغاثية والصحية. كان في مشروع الحوافز اللي تقدمه اليونيسف كان مهم لتشغيل مستشفيات مثل الكويت ومستشفيات الرئيسية في كل مكان، الآن تدهورت بشكل كبير. للأسف حتى البرامج اللي كنا حريصين عليها واللي ساعدت في أن احنا ندفع مرتبات لجزء كبير من المناطق، وكان الحديدة من ضمنها وغيرها، بفعل إجراءات الحوثيين، وكانوا الناس في هذه في مناطق سيطرة الحوثيين يعلموا أن الحكومة قامت بجهد كبير لتحسين الوضع الإنساني في مناطقهم فيما يتعلق بالمعاشات المتقاعدين وغيرهم. لكن للأسف الحوثيين تأخذهم العزة بالإثم، يعني لا يريد أن يبقى هذا الجانب الإنساني أو بعض هذه الأمور أو هذه المرتبات تصرف إيجابية مقابل استعراضات. يعني هذا الموضوع أثر بشكل كبير، هو تريد دائما إشعال غضب داخلي أنه هذا السبب والحصار وهذه الأمور كلها كان ممكن حلها بدون أن يتأثر المواطن. في الأخير إحنا في حرب وهي ميليشيا متمردة، لكن لماذا يعاني المواطن؟ في إجراءات كان بالإمكان اتخاذها تحافظ على مواطنينا في كل أنحاء البلد، لا يدفعوا هذه الضريبة الكبيرة، لكن بالنسبة لهم هي جزء لإشعال الغضب وتجنيد المقاتلين، ولذلك هي موقف المدارس، هي لا تهتم بأي رعاية صحية. هذه كلها من العناصر التي تزيد أو ترى أنها جزء للتجنيد أو للمعركة. نعم، الرواتب، يعني تأخر الرواتب خاصة رواتب الجيش والقوات المسلحة لمدد ربما طويلة، هل سنشهد حل لهذه المعضلة؟ أكيد سيكون هناك حل. أولا نوجه تحية لكل أبطالنا في كل ميادين القتال في كل الجبهات، خصوصا في هذه الظروف الصعبة الآن في فصل الشتاء، عدد الشهداء والجرحى كان كبير،
خلال العام الماضي وخلال العام الماضي ضريبة يدفعها كل مواطن يدفعها الجيش نيابة عن كل أبناء شعبنا للحفاظ على سيادة البلد واستقلاله وعلى الثوابت الوطنية. الإشكالية في الرواتب يمكن هي في قطاعات مختلفة، في مناطق كان في دعم حتى من الأشقاء، في دعم لوجستي كثير قدمناه لهذه يعني صعب نذكر تفاصيله، بحيث يحافظ على حتى لو انقطعت الرواتب يكون في نوع من الإنفاق اليوم الذي يحافظ على القوة المقاتلة. لكن هناك حقوق الشهداء والجرحى تأخرت، هناك أشياء كثير نعترف أنه مع الضعف أو مع الوضع الاقتصادي اللي مرينا فيه كان هناك يعني مهما دعمنا فما زال نحتاج إلى دعم أكبر. مع إصلاح الوضع الآن وعودة الحكومة سيتحسن أشياء كثيرة، لأنه في الأخير نحتاج إلى زيادة الموارد لمواجهة التزامات الدولة وبالذات المعركة. الفترة القادمة هل ستشهد تطوير تحديث لنشاط النشاط الخارجي لأعضاء الحكومة لتوضيح طبيعة العلاقة أو المشكلة والصراع ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين؟ وهنا ربما سأتطرق أيضا للسؤال عن الدبلوماسية اليمنية في هذا الإطار، ماذا تفعل؟ أين هي الدبلوماسية اليمنية؟ تكون قوية كل ما كنت قوي في الداخل، وهذا الموضوع يعني يمكن هم أيضا وضع صعب فيما يتعلق حتى انفاقنا على البعثات لم يعني يتغير من وضع صعب حتى فيما يتعلق بالبعثات. لكن الآن الروح لدى جميع رؤساء بعثاتنا وبعثاتنا أنه تشكلت الحكومة، هذا يعطي دافع كبير في المرحلة القادمة لعمل دبلوماسي كثيف وفاعل على المستوى الدولي. وهذه كمان بتكون من مهام وزير الخارجية الجديد لرسم خارطة تحركات مهمة فيما لتسليط الضوء. اليمن ينبغي أن يعود إلى الواجهة مجددا، هذا العنوان الرئيسي لنا كلنا. مواجهة إيران في هذا الجانب، وهي تقوم بإرسال سفير أو ما يدعى بسفير إلى صنعاء ليكون مندوب لها لدى الميليشيات، هي محاولة بائسة في الأخير، ودخل بطريقة غير شرعية وتم اتخاذ الإجراءات وتعلن عليه عقوبات. لا نتوقف عليه كثيرا، علينا نركز على بناء سريع دولة عدوة تقوم بممارسة كل الإجرام على بلدنا ليلة نهار. مشروع إيراني واضح، المشروع الإيراني واضح. هل لدينا ملفات رفعناها للعالم ضد هذه الدولة المارقة؟ في كثير من الأمور يعني في كثير، وعقوبات الآن إيران معاقبة من الجميع، دولة مارقة وسببت دمار في المنطقة بشكل كامل. نعم. من العراق إلى إيران إلى 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 لبنان إلى كل مكان. الآن وأعتقد هم في حالة نتيجة هذه العقوبات يعني أثرت عليهم بشكل كبير. بالنسبة لنا الحوثي كان مشروع واستثمار إيراني وآلة موت ودمار لحروب متعددة طوال الحروب الست، ثم كان أداة لتدمير المسار السياسي، ثم أداة الآن لتدمير البلد. هذا الموضوع واضح الآن، هذه معركة كل يمني، مش معركة فقط الحكومة الشرعية، هي يعني ليس الموضوع كأشخاص، هي ثوابت عليها تكون واضحة ومرسومة على جبين كل واحد. استعادة الدولة، النظام الجمهوري، هذه أمور لا يمكن التفريط فيها، خصوصا يعني بالضبط كل عربي وأيضا في العالم، خصوصا يعني ضرر الحوثيين امتد ليشمل الإقليم والدول العالم. الإرهاب انطل لخطوط الملاحة يعني الآن حتى. نعم. موضوع أن الحوثي جماعة إرهابية، الإرهاب كان واضح داخليا وخارجيا، ضرب منشآت يعني تهديد الاقتصاد، وإحنا داخليا عانينا، يمكن العالم الآن يشوف، لكن داخليا احنا شايفين ايش اللي حاصل، تفجير بيوت، اختطافات، اعتقالات، اشياء كثيرة جدا. هل سنكون يوما مضطرين للتفاوض او للقبول بهم شريكا في الحكومة كما حدث مع المجلس الانتقالي مثلا؟ السلام ليس رغبة، السلام له شروط موضوعية، متى تحققت هذه الشروط سيكون هناك سلام في اليمن، يعني سواء كان بمفاوضات بتوافق أو بحرب. هذا المسار الآن، احنا في الأخير لن نظل نتحرب إلى ما لا نهاية، لكن بالنسبة لنا ليش نتكلمت أنها ثوابت واضحة، وهذه هي الثوابت اللي تكلمت عليها، هي الشروط الموضوعية. فالسلام ليس رغبة، هي شروط موضوعية لتتحقق. نعم، أعلن يعني قبل فترة عن بدء تفعيل أداء القنصلية السعودية في عدن، هل في قادم الأيام سنشهد نشاط لسفارات، قنصليات، بعثات دبلوماسية في عدن إن شاء الله؟ أنا أعتقد من يوم من
من بداية تواجد الحكومة ستجد معظم السفراء والزيارات وستفعل كثير من المقرات للبعثات. هذا الموضوع يعني سيكون قريبا في المرحلة القادمة مع تواجد الحكومة. نعم، هل سنشهد أيضا توحيد للقرار السياسي الأمني العسكري في المرحلة اللاحقة؟ هذا هو الهدف من اتفاق الرياض، بيأخذ مراحل لكن ماشيين فيه، وخصوصا واننا ندعو الان ل يعني الاستثمار واجتلاب او اجتذاب المستثمرين الى اليمن، فبالتالي نحن نحتاج الى تحقيق بيئه امنيه صالحه لي. مهم. نعم. مهم. اول شيء عدن الان المحافظ يقوم بجهد جيد وملموس وسيدعم، ويعني ستكون عدن لها وضع خاص، واحنا طبعا حافظنا على وضع خاص حتى في مسوده الدستور انه تكون مدينه ذات وضع خاص. الان سيدعم متقش مع المحافظ في أشياء كثيرة، مع تواجد الحكومة ستعطى صلاحيات كبيرة بحيث أنه يتم يعني تفكير في المدينة كاقتصاد خاص، هي قلب اليمن ومهم أن يكون لها وضع. على فكرة الوضع ماشي بشكل كويس في محافظات كثيرة، المكلة تسير بشكل جيد، يمكن عندنا أزمة في بعض الخدمات، وادي حضرموت، شبوة، مارب، يعني رغم الحرب ورغم المعاناة اليمنيين عندهم قدرة غير عادية. سقطرة يمكن عانت من بعض الاستقطابات، لكن الأوضاع ستتحسن فيها بشكل كبير إذا تحسن الوضع الرئيسي الآن في عدن وعادت الحكومة، كل الإشكاليات الفرعية ستحل. رغم أنها سقطرة لم تكن حاضرة في ملفات ونقاشات، هي سقطت في يعني الإشكالية الاستقطابات اللي حصلت أثرت على سقطرة بشكل كبير جدا، وحدثت أحداث مؤسفة، لكن سيعاد تفعيل المؤسسات بشكل كامل في الأخير. أي انقسامات الآن؟ ليش أنا تكلمت على موضوع وحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات؟ لأن الموضوع هذا سيساهم في حل كل الإشكاليات، تحل الأمور كما حلت الآن في أبين وكانت صعبة جدا، وهي أصعب الانسحابات، ترتيبات وقف إطلاق، كل هذه الأمور، ثم لاحقا الآن تشكيل حكومة، نزولها إلى عدن، أداء المحافظ، ترتيب الأجهزة الأمنية، هذه فترة وإرث من الانقسامات أثرت علينا، ستأخذ وقت الآن. وهدف الرئيسي أنه يكون في وحدة للقرار الأمني والعسكري، فما حدث في عدن سيحدث في سقطرة. لا يمكن لأي شبر في البلد إلا أن يحكم بمؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة الشرعية. ما يحصل في البحر الأحمر ومشكلة خزان النفط صافر، وهذه المشكلة التي أرقتنا منذ فترة وربما تهدد السلام البيئي في هذه المنطقة، هي قنبلة موقوتة للأسف. الحوثيين لم ينصاعوا لكثير من المطالبات. ما الحل؟ الموضوع ليس في إجراءات الآن. كان في إعلام من الأمم المتحدة بقرب في فريق نزل. صيانة. نعم، فريق صيانة. في فريق صيانة نزل. المنتظرين التقرير، لكن تأخر الوضع. إحنا قلقين لأن كل ساعة كلفتها كبيرة جدا. إحنا تحدثنا مع المجتمع الدولي والدول المشاطئة للبحر الأحمر، لأن هذه مشكلة لا يعني أخلينا مسؤوليتنا بشكل واضح من البداية. هذه مشكلة لا يمكن لليمن أن يتحملها. هناك دور للمجتمع الدولي في ذلك، هناك جلسة عقدت في مجلس الأمن، هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية، الروس، كل الدول الكبرى والدول المشاطئة للبحر الأحمر، فهي الآن على خارطة أو على الرادار العالمي ككارثة محتملة والتي نأمل أنه يتم تداركها بشكل كبير. مؤخرا كان في فريق، ننتظر ما هي النتائج وسنضغط بشكل كامل للحفاظ على سلامة سواحلنا ومياهنا من أي كارثة محتملة. طلب منكم إعادة المراقبين الذين يعني في إطار اتفاق ستوكهولم، ولكن يقال أن الحكومة اليمنية رفضت إعادة المراقبين وفقا للآلية السابقة. ما حصلش حاجة بعد الاغتيال حق الصالحي، يعني كارثة اللي حصل. نحن وفينا بكل الالتزامات فيما يتعلق بستوكهولم، ولم يكن هناك أي استجابة حقيقية من الطرف الآخر، وكان هناك لم يكن هناك تسمية، لم يكن هناك أي إدانة لما قام به الحوثيين. نعم، حقيقة المواطن، نعود لأصل الموضوع، لأصل الأولويات. هناك أولويات قلنا أنها هناك مهم وهناك وكل شيء مهم، ولا توجد كما قلت في حديثك، هناك حزمة متكاملة تسير متوازية. كل مواطن ينظر لحاجته، ماذا نقول للمواطن اليوم وأنتم على أعتاب بداية مرحلة جديدة؟ هل هناك توقيت زمني 100 يوم، 3 أشهر، شهرين، ليرى المواطن شيء ملموس على أرض الواقع؟ يمكن الآن احنا مركزين في البرنامج، هذا الأول عمل للحكومة الآن بحيث ان احنا نخلص. والموضوع مش فقط برنامج، هو برنامج حكومة كامل. ما هو دور حكومة الوحدة الوطنية اللي سميناها حكومة الكفاءات السياسية؟
بعد ذلك سيكون هناك برامج بيكون عندنا ضغط في الوقت. أنا قلت لكم لا نمتلك رفاهية الوقت، ممكن 100 يوم ممكن حتى 60 يوم في بعض القطاعات، هي ليس ستاندرد معين، ليس مقياس معين. أنا والله عندي في مهام معينة للاتصالات، في عندي مهام معينة لوزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الكذا، في عندي مهام معينة لوزارة النقل فيما يتعلق بالمنافذ لأنه التدهور كان كبير، توقعنا أنه في كثير من الملفات أن تعالج بشكل سريع في المرحلة القادمة. الدعم ينبغي لا يتأخر، يمكن مشكورين الأشقاء في المملكة العربية السعودية الإفراج بشكل سريع عن الدفعات ساهم، وأيضا النقاشات اللي هي ماشية بشكل متوازي فيما يتعلق بمصفوفة الدعم ستسهم. دعم أخرى جديدة لازم يكون الآن، إحنا الآن نحتاج إلى دعم فيما يتعلق بالأمن الغذائي. يقدر هذا الموضوع الآن قيد النقاش، هو كان يناقش من قبل لكن في كان استحقاقات حتى يتم إكمال هذا النقاش، ومن ضمن إصلاحات معينة، وهذه الأمور كان صعب إلا بعد الحكومة وإعلان مجلس اقتصادي. الناس لما يشوفوك تحسن، يمكن في أرقام أنا لم أذكرها، الإيرادات غير النفطية احنا عارفين احنا ولو أنه تصديرنا ضعيف 70,000 برميل في اليوم، احنا نخطط أنه نزوده 150 أو 200، لكن الإيرادات غير النفطية يمكن زودناها احنا الضعف في من بين 2018 و2019. من 2019 كان تقريبا زودناها 50%، وهذا يعتبر جيد، لكن كان في عندنا إشكالية فيما يتعلق في الضبط الجمركي والضريبي وبعض المنافذ وبعض المحافظات، وكان إشكالية. فعلنا أجهزة، فعلنا نيابة الأموال العامة، استخدمنا بعض السلطات، تعرقلت توقفت مع التشظي والانقسامات اللي تحدثت عنها. العالم لما يشوفك تحسن مواردك بيساعدك، لما يشوفك تعمل إصلاحات حقيقية بيساعدك. الآن الأشقاء وغيرهم في المجتمع الدولي يراقب ما هي الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة، يراقب وزارة المالية، يراقب كل الأجهزة. الدعم الأساسي والسريع يناقش الآن مع أشقائنا في المملكة، هناك حزمة تناقش مع المختصين، وإن شاء الله يكون فيها أنباء جيدة. تجديد الوديعة كان مطروح من قبل تشكيل الحكومة، كان في استحقاقات أيضا فيما يتعلق بالمراجعة، بما يتعلق بالتدقيق المحاسبي، أشياء كثيرة جدا، دعم أيضا كفاءة البنك المركزي، دعم وزارة المالية، كل هذه الأمور هي الأساس للإصلاحات المالية في المرحلة القادمة. تصلح نفسك وتكون مهيئة لاستقبال الدعم. نعم، بالنسبة لتفاعل الحكومة مع جائحة كورونا واللقاحات التي ظهرت في العالم، وما هي الخطط التي في نقاش مع البنك الدولي الآن، لأنه في دعم للدول اللي هي ذات قدرات، يعني ذات الاقتصاديات يعني تعاني أو ضعيفة، في دعم، لكن نحتاج دعم من المجتمع الدولي فيما يتعلق باللقاحات، هذا جانب مهم جدا. هناك تواصل مستمر لأنه هناك تمويل لما يتعلق في البنك الدولي فيما يتعلق بقصة اللقاحات، والآن مع تشكل الحكومة وزير الصحة والقطاعات الآن لازم يواصلوا في هذا الأمور بشكل كبير. تجنبنا الموجة الأولى بمعجزة، والآن إلى حد ما التجهيزات اللي بنيناها والخبرات ساعدت بشكل كبير في مراكز العزل اللي عملناها على 14 مركز، فإلى حد كبير نحن بمأمن، لكن موضوع اللقاحات يحتاج نقاش حتى نوفر اللقاحات المناسبة. دولة رئيس الوزراء، تقريبا نحن وصلنا أو فعلا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء معك. نشكرك طبعا شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لإجراء هذا اللقاء والحديث عن مهام الحكومة الجديدة وما يعني ينتظركم من تحديات وصعوبات قادمة. نتمنى أن يعني لكم التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى، ونشكرك ونشكر أيضا مشاهدينا على متابعة هذا اللقاء الخاص. نتمنى أننا قد استطعنا انتزاع ما قدرنا من الإجابات التي تنتظرونها من دولة رئيس الوزراء. أشكر زميلي فؤاد التميمي لمشاركة هذا اللقاء. شكرا جزيلا لك، لم تبقي لي شيء غير أن نشكر سعة صدر دولة رئيس الوزراء على إجاباته على مختلف الأسئلة التي طرحت في هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لكم ولكل مواطنينا والمشاهدين. إلى اللقاء.